تعد الثورة الفرنسية واحدة من أهم ثورات القرن الثامن عشر، والتي استمرت لنحو عقد من الزمن. قدم خلالها أبناء فولتير تضحيات كثيرة للتخلص من النظام الملكي وإرساء نظام جمهوري ديمقراطي وإقرار مبادئ المساواة وحرية التعبير. تمضي هذه الأيام 10 سنوات على واحدة من أهم ثورات الربيع العربي في القرن الحادي والعشرين، ألا وهي الثورة السورية، والتي تتشابه في أسبابها إلى درجة كبيرة مع الثورة الفرنسية. فكيف يرى الشعب الفرنسي بمختلف أطيافه ثورة السوريين وتضحياتهم؟ لنتابع. ماذا تعرف عن الثورة السورية وكيف تراها؟ شخصيا أنا أدعم الثورة السورية، لأن بشار الأسد ليس إنسانا ويقوم باستخدام الأسلحة كافة ضد شعبه، ويجب بالضرورة إيجاد حل دبلوماسي في سوريا، لأنه بكل بساطة هناك مشكلة حريات جوهرية. أنا أعتقد أن الثورة السورية شيء جيد للغاية، كما كانت الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، لأن نظام بشار الأسد ينتهك حقوق الإنسان، وهو أمر لا يجب أن يكون موجوداً في القرن الحادي والعشرين، وننتظر تطبيق حقوق الإنسان هناك للرجال والنساء. أنا أؤيد الثورة السورية، ولكني أسأل نفسي، هل نستمر بالحديث عن ثورة بعد 10 سنوات من القتال هناك؟ وفي النهاية ما النتائج التي حصلوا عليها؟ بالطبع ليست شيئا كبيرا، ولكن هناك دائما القليل من الأمل. لدينا انطباع أن كل العالم يريد التغيير في سوريا، وهذا غير كاف مع وجود أسوأ ديكتاتور لا يزال يملك السلطة ويقتل شعبه. إنه شيء مرعب للغاية. مقارنة بالصور التي تنقل عبر وسائل الإعلام، هناك مطالب محقة من الشعب لتغيير النظام في سوريا، ويجب أن تكون مسموعة ومدعومة من قبل حكوماتنا وقياداتنا في فرنسا لإيجاد حلول سلمية تناسب كل السوريين. أنا أساند الثورة السورية لأن هناك كثيرا من الضحايا، وبشار الأسد قاس جدا مع شعبه. سوريا بلد جميل، يحكمها ديكتاتور ويقودها إلى الانهيار. أنا أحترم جدا الشعب السوري لأنه يقاوم حتى اليوم هذا النظام، وهو الشيء الأهم.